ما بين آلة الحرب وأدوات العلم مسافة رصاصة. تقف المدينة حاليا في الوسط بينهما بعد أن كانت لسنوات طويلة ماضية بجانب العلم والثقافة المعروف بها أهلها. أهلها الواقفون تارة أمام أسلحتهم للدفاع عن مدينتهم، وتارة يتخلون عن عتادهم بإرادتهم للعودة للدراسة مجددا بإصرار غريب. تضاد عجيب يسكن هذه المدينة، فلديها القدرة على النهوض من بين أكوام الركام لتنشأ فيها حياة جديدة. فالطرق المؤدية نحو جامعة تعز ليست خالية كما هو متوقع. الطلاب ما يزالون يتوافدون إليها، فلركام هذه المدينة حكايات عديدة من الصمود. تقول إحداها إن الصرح التعليمي الكبير والمتمثل بجامعة تعز بمختلف فروعها لا يمكن أن يكون التاريخ فيها بأي حال من الأحوال حبيس حاضر الحرب، ولا يمكن أن يختزل تاريخ علم مدينة بقذائف سقطت على كلياتها وإن كانت عديدة. فالكل في تعز يقاوم بطريقته الخاصة، والعلم أيضا مقاومة هنا. وضع السلاح جانبا من شباب المقاومة ليحمل القلم مجددا ومجددا، لكن ليس القلم لوحده ما حمله فقط، بل أيضا أدوات النظافة لإعادة ترتيب الكليات تمهيدا لعودتها كليا للعمل بعد أن فتحت جزئيا أمام الطلبة. عادت أبجديات العلم لتدرس مرة أخرى في جامعة تعز، وعاد الطلاب لتحدي الحرب بالقلم والسلاح معا.